كلام. استخدمها شويه يا ابو علي. حلال عليك يا بابا. رجع بنفسك. خد. خدك مره بالحلال. الله يكرمك يا ابو علي. احتاج اشتري منك شغل. على علمك. مساء الخير. لبسك جدعانة واستبوانة. السلام عليكم. قهوة بقى يا عم ولا اجيب لك شاي؟ لا مع الشكر انا مستعجل احسن سبب وبروح الوابور لوحده. خد والنبي دوق لي الصورة الحلوة دي على صدرك. يا صلاة النبي يا فرد الزين. انت عمر حنة يا ألف نهار أبيض. العدى الإمتى؟ بعد الليلة الكبيرة. يا أخي قول بإذن الله. بإذن الله. طيب. اسمح يا معلم تدق لي عصفورتين على صدغ الواد. عصفورتين أنا مش عاوز عصفورتين أنا عاوز طارتين طارتين نفس. يا راجل ابنك عنده حق. زمن العصافير خلص خلاص. احنا دلوقتي في زمن الطيارات والدبابات والانابل. انا واقف من الصبح يا معلم عاوزك ترسم لي الكمال هنا على دراعي كليتي وتأممها. حاضر حاضر من عينيا الاثنين بس طولوا بالكم عليها شوي كلها دقيقتين ونخلص. يا مراجيح عرف اسهر اجتمع عواطي. انا مش عارف انت جايبني هنا كل ليله ليه. بقت عاده يعني. كلام في سرك. البنت الغازيه مجنناني الاهلي باني الفل فلاني. قصدك على مين؟ تمر حنه. اخ يا رستم من التمر حنه نفسي اشم التمر حنه اقطف التمر حنه. يا اخي ده بعدك الغواز اسالني عليهم انا. اللي حيلوك ويسيروك لحد ما ترمي بياضك وياخدوا اللي في جيبك ويخربوا بيتك. قول ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. اخرس انت مش معايا انا راين. دي كل حاجه راهن راهن. طب بس خلي بالك على جيوبك. حد يقدر يهاوب ناحيتكم؟ ده نحن بشنبي وعيش حرمه بين الرجال. احتلس احتلس من المشالين من المشالين. احمد يا اخويا الاقي معاك 10 جنيه فكه. وليه بس؟ ما احنا موجودين سوا اهو. يلزم خدمه؟ كنت عايز. وماله؟ وهذا اعرف هات لرستم علبه سجاير. رستم تخين؟ رفيع يا بجم. اوعى يخطفوا الجنيه منك. يخطفوا الجنيه مني؟ ده نحلك شنبي وحرمه بين الرجال. ده اللي يخطفوه قال. ده اللي يخطفوه. احتانس من النشالين. تسلم ايدك يا معلم. رقيتك واسترقيتك من عين اللي شافوكي ونظروكي ولا صلوش على النبي. بس بس لحطك يا عين في ام نحاس. رميكي يا عين في بحر الغطاس. لا تلاقي يا عين انجا ولا خلاص. مساء الخير يا طمر حنة حلاوة المولد. مساء الخير يا حسن يا بطل المولد. الورد احلى ولا الفل؟ التمر حنة. الفل احلى ولا الياسمين؟ التمر حنة. الياسمين احلى ولا القرنفل؟ التمر حنة. كراهي يا حسن هتروح تشوف شغلك جاك شغل باطل. ان شاء الله اللي كراهي. ما تأسر الشر يا ولد. ونطورك. أجننك أسلسلك أكهربك أنا أحبك. بحبك يا طمر حنة. وإهدى لي لحبك يا ولد. صغير عليك. من إمتى يا ولد؟ من يوم ما الطمر حنة استوت على عودها. ومن يقدر يمد إيده؟ ولاد الحرام كتير يا حنة. يا مستر الفل. أمال فين طمر حنة؟ إحنا في الخدمة. لا أنا بسأل على طمر حنة. طمر حنة مش فاضيالك مشغولة بغيرك. والله إحنا مش قد المقام. إيه؟ ما تتحشمي يا بنت انت. يوه كبع في الاثنين. اخ كويس كده اهو بسلامته شاطلك. يلا اتحركي خليه يهز محفظتك. صعبان عليا ده لسه صغير. يا اخي صعبت عليكي نفس. يلا اتحركي ربنا يتوب علينا. روحي سلام عليكم يا رجاله. احنا فين؟ اتفضل نجيب لك قهوه. اتفضل استريح. احب الغصن لما يتنايل ولا الغزال لما يتمطر. مش انت لوحدك يا ولد. انا اللي اعرف غلاوتها واقدر على ثمنها. شيل ايدك لخربشه. عايز اقطع بعنيه. لا بفلوسي. من بعيد لبعيد يا ولد. هنا الصدونه هنا الجدعان. ما يضرب المدفع الا الجدع. تعالى يا فندي يا عضل. يا اخويا حسن. ايه صاحبك وصل واتصل. طب وانا اعمل له ايه؟ ما هو زي غيره. لا غيره فلاح ولا خولي ولا كاتب دايره منقدر عليهم. طب وده يزيد عنهم ايه؟ شبابه حلاوته وفلوسه. وسلم. طب وانت خايفه من ايه؟ البت تطير من ايدينا. ده الخير كله من يمتها. ثلاثه بالله العظيم كنت اتبعهم. لطافه. الناس كلها تحب الضني المظهر انما انا موت في الكندوس.
هاتي واحدة بقى. اي بنية؟ لا بوسة. هاي دي خدتك واكلة. جبت سجاير؟ الجنة يا طارة يا فندي. طارة؟ وعيتك سودة طارة فين؟ انترك منه بكثرة سجاير يا فندي. ايه بقى؟ احتجز احتجز من النشالين.
شفت كل حاجه. ايه شفت ايه يا حلو؟ شفت الواد اللي هناك ده بيمد ايده عليك. طب وماله؟ ما كل الزباين كده. اه بس ده شايف نفسه شويه. له حق ابن الزواج. انا ما اعرفش ولا حق ولا زواج. معاه فلوس. اضرب فلوسه. ما تتلم فلوسك لزي بعضها. ليه يعني؟ ايه يعني؟ مش قادر تستنى لما البنت تلم النقطه؟ شخشخ يا ولد. يا ريت كان معايا مليون انا قفش دي. جود بالموجود. كنت افرش لك الارض كله ياسمين وتمر حلنا فرص. بأسمع انا مش عايزه كلام عاشق ومعشوق. انا عايزه النقط. عيني يا حاضر. تسلم. ورموش عينيك وسواد عينيك وبيض عينيك. ها الله بس انت مش قادر. اجننك اكهربك افلفلك. متاع اللي حاصل انت هتجيب ولا لا؟ لا. ما تقص ادبك يا فندي ولا تمشي من هنا. بتفرج زي غيري يا اخي. واعمل اللي على كيفك. بفلوسي. بفلوسك. طب خد فلوسك وغور من وجهك. شمال عينه الجنين. حسن انت شيطان يا حسن. حسن يا اخوي حسن. الله يخرب بيتك. حوش يا احمد رجال الكويسه بيضربوه. اصغر يا هناك امددوه. ولد غجني جربوع يتجرأ ويمزع لي كربات السلكة. هنقول ايه لابوك لما يعرف؟ تقفل بقك وما تجيبش سيرة. ده لو عرف يهد المولد على اللي فيه. ما يهد ولا يحرقه البوتجاز. طب وتمر حنة؟ قطعت وقطع اللي يجيب سيرتها. ايه يعني انك بس بصلها؟ ده شرف كبير. ده انت بتجبر بخاطرها يا فندم. على اي حال اطمن ونام واعرف انك وراك رجالة قاموا بالواجب. هيدوله علقه مش هينساها طول عمره. ايه ده مانو كان علقه سخنه يا فندم. عشان يتعلم ما يمدش ايده على سياده. ايوه يا فندم. ده جبنه نداله. لو كان راجل كان واقف قصادي مش يطلع لي رجالته يضربوني في الضلمه. بو الهي ينشقوا في دراعتهم واحد واحد. معلش المسامح كريم. غف ايدك يا بت. ما تتنيل وتستحمل يا ولد. ولا انا مش ولا انا راجل يا بت. انا مش هبعت له رجاله يضربوه. انا هروح سايح دمه بايديا. ايه قال يا حسن؟ دول ناس اكابر ما انتش قدهم. شنوك يا حسن؟ هتكسب ايه يا منيل لما تموت الجدع وتروح انت في شربة مية؟ اخذ الشيطان يا حسن. انا عايزك راجل نضيف شريف. قبل ما تفكر في قتله فكر في تمرحنا يا ولا. انا فكرت وقررت مش هيطلع عليه النهار. عندك يا بجر وقف يا نوح هطخ بالمليان. يا زوعرب لصوص لحضره الناظر لصوص في عشه الفراق. يا رامي حلل يا جدع واعملوا على العشه حصار. وقعتكم صوت ومهدده. حلل يا جدع. حلل ابدا. وقف زي اللحظه ده ليه؟ ما تدخلش تفشهم يا عفرتهم. ما هتفشهم اهو. ادخل قدامي. العفو يا حضره الناظر هي العيب تعلى عن الحاجه. اتفضل انت. في ايه يا عبد الصمد؟ حراميه بيسرقوا الفراخ يا سيد يا محترم وجاري القبض عليهم. وقعتهم سودا. انا نازل لهم حالا. امسكوهم. اللصوص المجرمين الكلاب. انجري يا بنت قدامي. انجري. هي وكالة من غير بواب ولا وكالة من غير بواب؟ ولا يعني وكالة من غير بواب؟ مش انا والنبي وحي يضرب ابوك يا ولا. ايه البت الغزية. الغزية الحرامية هي قفشتها. لا انا اللي قفشتها يا فندم. انكتي من تهور. انت ايه؟ مظلومة والنبي عم. وايه اللي دخلك عشة الفراخ؟ انا كنت بستخبى. ابدا ده انا قفشتها وقفت الفراخ بايديها الاربعة. ده انا كنت بسكتهم عشان ما يكاكوش ويفضحوهم. ودي دخلت ازاي يا عبد الصمد؟ دي غزية من بتوع الخشية فانك. اصحى يا غفير. يعني بقى لصوص اراريين مجرمين بالبيئة والعادة والوراثة. ايه الحكاية بس يا بابا؟ ان شاء الله. ايه خير ان شاء الله. اتفضل يا سي احمد. شوف الوقاحة. شوف الجرأة. شوف الاجرام. غجرية تقتحم بيوت اسيادها في الضلمة. انا هخرب بيتكم. انا هطربع العزبة على دماغكم. حرام عليك يا حضرة سعادة الافندي. اتفضل حضرتك روح استريح. ولا هعمل اللازم. لا مش هتفضل.
اسمع يا عبد الصمد. افندم. تاخد البنت دي تحبسها في الاسطبل لحد الصبح، وانا بنفسي هكلم المأمور يدخلها السجن ويقدمها لمحكمة الجنايات. ويشنقها كمان يا فندم. يا نهار اسود، كل ده عشان جوز فراخ. ما تخافيش يا بنت. انا كنت بقول لحضرتك يعني انك تتفضل تستريح وانا هقوم باللازم برضه. لا مش هتفضل. يا غفير زعره. افندم. تاخد البنت دي تحبسها في الاسطبل وفتح عينك، اوعى تهرب منك. تهرب مني؟ ده انا كنت احلق شنب واقبع حرمه في وسط الرجاله. انجر يا بنت قدامي. بقول لك انجر. قال تهرب مني. انا كمان بقول الفراخ بتروح فين؟ النهارده يسرقوا الفراخ، بكره البهايم، بعد بكره كمان يسرقوا المحصول. ايوه يلا يلا يلا. والنبي يا غفير انجر يا بنت قدامي. انت وقعت ولا الهوا اللي رماك؟ الهوا ما تعبر الهوا ولا مالكش في الهوا؟ اخلصي يا هوا الهافت. انجر قدامي. انجر يا بنت. انجر الهوى ما للهوى يا اما ما للهوى ما قال تهرب مني. قال ده كان ده يقبع على حرمه مش يقبع على زعرب. فراخ قولي لي ابعت لك قفص قفصين. فشر، انا شبعانه فراخ وديوك يا ولا، انا عيني مليان. طب مالي اللي جاب؟ الشوق غلبني. شوق ايه وبتاع ايه؟ انا عايز اعرف صحيح انت جاي هنا تعمل ايه؟ جاي اقول لك احترس عن نفسك من حسن. حسن؟ ليه حقتني؟ معرفش، اهو ناوي لك على الشر، بعد ما سلطت عليه رجالتك يطلعوا له في الضلم. انت غلطان. انا مش جبانه عشان اعمل كده. دي غلطه عملوها من ورايا. ولازم تفهمي ان انا لو عايز اضرب حسن اضربه بايديا دول. طب بس برضه خلي بالك على نفسك. فتك بعافيه. طب رحنا انا عايز اشوفك في المولد يا ولد. ما ينفعش، عايز اشوفك على انفراد. وانفراد دي تبقى ايه يا ولد؟ انفراد يعني لوحدنا. انت مش قدي، اجننك افلفلك الهلفك. انا راضي. تلهلبيني امتى وتفلفليني الساعه كام؟ بكره الساعه 3 لما اشوفك. ما انتش خارجه من هنا. اجي بس بشروب. عينيا تقعد بادبك وما تمدش ايدك عليا. اقطعها قبل ما امدها عليكي. لا بعد الشر، بكره عند الساعه الكبيره. اتفقنا. يا جنب العمر كله.
احلف بايه بعد كده؟ بمخصوصيه. عشان تحرم تاني مره تحلف بشنبك. انا في عرض السيد المحترم بلاش، انا بموتني ده، انا مربيه وهو صغير. انت حارس مغفل، انت غفير بجم. تمام يا فندم. صباح الخير يا بابا. صباح الزفت والاطراد. الله، ايه الحكايه؟ البنت الغازيه هربت. هربت؟ هربت ازاي؟ ايه اللي حصل؟ هربت. روح يلا البس شكتتك وروح على المركز بلغ عن سرقه امبارح، وخد معاك حضره المعاون وروحوا اقبضوا على الغغر كلهم. حاضر يا بابا، بس روق دمك. انا دمي مش هيروق الا ما تحطوهم في حديد. يا زعر بالكلب، خرب. تمام يا فندم، الباقيه في حياتك. روح مع احمد تقبضوا على البنت الغازيه. حاضر يا بابا. واوعوا تنسوا الفراخ، لازم ترجعوا الفراخ صحيين. انتم مولعين ليه؟ على جوز فراخ بدر اسمد قوي. امال من عند مين الفراخ دي؟ طمر حنة سرقاه. فشر، دول هدية. هدية؟ من مين؟ من العوار. من سي احمد؟ ايوه من سي احمد. اوريكني وازدر نفسك وادي الغشيم الاجنحي، واديني حته من الدلاموك ربك عليم الفتاحي. حلاوته. خد دوق دي بالهنا يا ولد. يا سيف مالك انضربت كده؟ انت بتغير منه يا حاج. في ايه يا زيد عني؟ جيبه قطع لساني. اخويا مصايح حسن كسيه، امال ماله لو وجوزه ليه؟ هو احنا من امتى هنغير من الزباين؟ ما تروق بقى يا حسن. الله، خد دوق يا ولد. انا هروق وادوق بس مشروب. خدمتك. الواد ده ما تروحلوش. الله، انت عايز تتعشى ولا ايه؟ انا قلت كده. كلمة اخويا لازم تمشي. تمشي ايه؟ تمشي ايه يا ملهم؟ انت عايزين تقطعوا عيشها ولا ايه؟ بس مش على قفايا. كلامة قفايا، خد دي وانا هخليه هو قفايا امر عيش. أمر من الصبر صبري على اللي راح ولا جاش، وفي بعده عني أحوش الدمع لم ينحاش. Thank you.
خير وربنا يهديك يا حسن. ما تخافيش يا خال، انا دلوقتي هدلق لك عليه جرد المحبه يطفي نار. روحي يا اختي ربنا يقويكي. وشك ولا القمر؟ نسيت شكلك وحش وانت مبوس. ما جيتيش في الميعاد ليه؟ نسيت. احنا مش اتفقنا الساعه 3؟ ما اعرف ازاي، هو انا معايا ساعه؟ طب تعالي بكره وانا اجيب لك ساعه. ده وين ما جيتش؟ هبلغ المركز. تقول لهم ايه؟ حرامية الفراخ. مش هيلاقوها، علقناها على النار. خلف هنا وكده. ارمي قوتك بقى واستناني بكره. طيب. جرب عضلاتك يا رستم. بجنيه لو ضربت المتر. طلع الجنيه. جنيه اهو. عفا حصانك. حسب على نفسك يا اسطى. انا نبهت. توعيد. اضرب انا وافضي الجنيه يا فندم. اضرب. يا سيده زينب تيجي فيه. لعبة رجاله مش لعبة عيال. الله الله. زاوي الحديد. يا قوة الله. من النشالين احتلوا. بيقول الوجع يا بنت الناس قدام الجدع عاشق محتاس، منين ما يحط منين ما يبط، قلبه والهان وجيبه مليان. تمام ولا لا؟ انا عارفه بقى. غنى ومرجليه وهو ضرب المدفخ خلاه هيفرقع زي القنبله الزرزيه، وطلع الجنيه من محفظته المنفوخه زي ما يطلع القرش التعريفه. مالك يا بنتي ما بترديش ليه؟ بيحبك يعني بيحب؟ انا فين هو فين؟ ابن الاكابر اللي زيه يبص البنت غجريه زيي. ده الحب زي الموت، لا يعرف غني ولا فقير. وحسن ما بلاش السيره المهببه دي. لكن انا بحب حد. كذاب. قلبي بيقول لي كده والوجع بيقول غير كده. يعني صدق قلبي ولا الوجع؟ صدقيني انا. امال فين امر حين؟ قاعده في الخيش صرحه بتفكر. ايه في اللي شاغل بالها؟ ما يهمنيش، انا من توبه وهي من توبي، احنا اتنين فقرا زي بعض. الحب زي الموت، لا يعرف غني ولا فقير. والنبي طمرحنا. ايه يا بنت؟ مدام صاحي ما بترديش ليه؟ تعبان، جنبي بيوجعني. ايه من اكل الفراخ؟ لا من نوم على الخيش. معلش بكره تتعدل وانا ايمك على حرير. كل الرجاله بتشقى وبتتعب ومستتتين نسوانهم في البيوت. دي غناوه جديده يا تمر حنة. انت نسيت ابوك مين وامك مين؟ وانا ذنبي ايه؟ انا عايزه اعيش متستت. عندك حق، انت اصلك تعبانه اليومين دول. انا مش تعبانه، انا قرفانه. سلامتك، انا بحبك يا تمر حنة. انت بتحب عرق وشقايق. اخافي. احنا كلنا بنعرق وبنشقى. الله يسامحك. قوم بقى قوم، انا عايز انام. اسمعي انت ملكي.
انت بتاعتي. اوعى يا اخي كده. اه اوعى. انا بقول لك اهو. اوعى مالك يا بنت ما تتخمدي وتنامي. ما انا هنخمد ده اهو. معلش الصبر جميل يا طمرحنة. اه لا يا عبد الصمد، انا ما يعجبنيش الحال المايل ده. انا عاوزك انت بنفسك تمر على الانفار وتطرد الواد المخزنجي ده وتعين بداله ابو عطيه. يا احمد ما خير يا بابا؟ تعال هنا. ايوه طلع على فين؟ انا ولا حته. انا انت مش عارف ان بنت عمك اوصل هتوصل النهارده، واجب عليك انك انت تنتظرها وتقابلها وترحب بيها. ايوه ما هو برضو البركه فيك يا بابا. يعني بركه فيك يا بابا؟ هو كل حاجه البركه فيك يا بابا؟ انت عارف انا عملت ايه من الصبح لحد دلوقتي؟ ايوه يا فندم عارف. حضرتك لو سابوك على جبل المقطم تحولوا جنه. انت كتله من نشاط، قنبله حيويه. ده انت لو غبت عن العزبه يوم واحد تقفل تبقى خراب. وحضرتك وظيفتك ايه هنا؟ انا وظيفتي وظيفتي ابن حضرتك. بسمع يا فندم، انت وظيفتك عندي انك تحب بنت عمك كوثر وتخطبها وتتجوزها وتضم اراضيها على اراضينا. ان شاء الله يا بابا ان شاء الله. عن اذنك بقى تعال هنا، انا عاوزك تحينها وتشغلها. دي عندها عزبتين وتلات عمارات غير الاموال المتجمده في البنوك. ايوه لكن انا ما بحبهاش. مش مهم تحبها ايه، حب الاموال العزب العمارات. حاضر يا بابا هحبها عشان خاطرك. عن اذنك بقى. يلا 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 يلا. انا ما بحبهاش قال مغفل. يا ريت كانت تجوز لي انا كنت اتجوزتها. ربنا يرزقك ببنت الحلال يا سيدي يا محترم. اهلا اهلا، ازيك يا طب الحلوة؟ ازيك انت يا ولد؟ الساقية نورت. بنورك يا ولد. ايه الجمال ده كله؟ تعالي تعالي اتفضل. اديني جبنة. اتفضلي اقعدي. انت جيتي من الساعة كام؟ انا شعرفني وانا معايا ساعة. الساعة اهي. حلوة قوي. بكام دي يا ولد؟ دي هدية عشان عيونك السود. طمر حنة عايز اقولك حاجة في ودنك. قول. ودنا اهي. انت بقيتي غالية عليا قوي يا طمر حنة. مفيش حاجة تغلى عليك كده. كده؟ طب اديني بوسة. عيب يا ولد. انا بحبك يا طمر حنة. واخرة الحب ايه؟ الحب ملوش اخر. لا خالتي مكاسب قالت لي الحب اخرته الجواز. جواز؟ طب وين؟ نحب دلوقتي وبعدين نتجوز. واهلك؟ هخليكي زيهم. ازاي؟ هغيرك خالص. هقلعك دول. اختشي يا ولد. ولبسك على كيفي ودوم من احسن المحلات وصيغه من اكبر الجهرجيه واجيب لك عربيه واعلمك السواقه. اتفر من شويه لا يحصل تصادم. حصلت يا ولد. استنى لما هحصلك حوريك. لو انت بيقول ايه ده؟ ما توقع من وشي يا شيخ. اسمعني. لا يسمع. بس اسمعني. ما يصحش يسمع. لا يا سي احمد. الله تمر حنة والله العظيم لو وريت. طب وريت. احمد يا يا انت اتجنن. هلو كوثر. مين الغجرية القذرة اللي بتهزر معاها دي؟ اخراسي يا طال ثاني، كان انضف منكم اللي خلفوك. يا انت بتردي عليا يا منحطه؟ منحطه؟ طب انحط انت يا صفرة يا عفرة يا فسخة يا ماسخة. يا طب يا احمد بتقولي يا مسخة. ما الحق عليك، انت اللي شتمتيها في الاول واللي عكس القطط خربشوا. يا انت كمان بتدافع عنها؟ طيب انا حل الانكل على كل حاجة. يا لا استنى شوية. استني والنبي يا كوثر. كلمة كلمة بس يا كوثر. كوثر تعالى هنا. رايح على فين؟ رايح على وظيفتي قبل ما يرفدوني. يرفدوك؟ يا قالت لك ايه؟ قالت لي يا مسخه. قالت لك يا مسخه؟ انت عارفه مسخه دي يعني ايه؟ لا يا انكل ولا انا. ولما كلمت احمد قال لي عاكس القطه تخربشه. هو قال لك كده؟
طيب انا هعرف شغلي معاها ومعاها ومع كل الغجر اللي في البلد. انت يا عبد الصمد يا حفير. افندم يا محترم. جهز رجالتك وروح حالا عند الغوازي، فاهم؟ لا مش فاهم يا فندم. اروح اعمل لهم ايه؟ تهد الخيش بتاعهم وتطردهم بره، مش عاوز اي غجر يبات في الارض بتاعتي، مفهوم؟ مفهوم وسينفذ يا فندم. كوثر اهلا وسهلا. اهلا حبيبتي. اهلا وسهلا الحمد لله على السلامه. اهلا اهلا. تعال هنا. تقدر تقول لي يا فندي مسخه يعني ايه؟ مسخه؟ مسخه يا بابا يعني سكر شويه. كويس. بص بقى كده لبنت عمك. بسيط. تبقى دي يا اعمى مسخه ولا عسل نحل؟ عسل نحل مكرر يا بابا. تبقى ازاي بقى تسمح لبنت غجريه من الشارع، بنت ما فيهاش ريحه السكر، بنت ساده، انها تقول لها يا مسخه؟ انا متاسف يا كوثر. كلمني انا، انا اللي بسالك. ما جيت الحق يا بابا كوثر اللي شتمتك في الاول. انت كذاب. انت الستين كذاب. يا 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 سامع يا انكل. ولما تشتمها وتقلع الجزمه وتضربها كمان هيجرى ايه؟ وتشتمها وتضربها بالجزمه ليه؟ لانها بنت زواج ودوكها بنت غجريه. مفيش فرق يا بابا، اتنين ستات شتموا بعض يبقوا خالصين. يا 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 انت بتقول على دي واحده ست؟ انت بتشبهها بيا؟ لا يا انكل انا ما اقدرش استحمل اكتر من كده. يا اسمح لي اقول لك انك مش راجل. لا انا راجل ومن دهر راجل. ما كنتش تنصر بنت غجرية على بنت عمك. انا ما عنديش خيار وفقوس بقى، كمانها فقيره ندوس عليها برجلينا؟ ما كلنا اولاد حواء وادم، بس هم اتخلقوا فقراء واحنا اتخلقنا اغنياء. قصدك ايه يا فندي؟ قصدي ان الفقر مش عيب وكمان الغنى مش شرف. انا مش عاوز فلسفه. لازم تفهم ان كوثر بنت اصل ودكها ملهاش اصل. دي متربيه ودكها عديمه التربيه، دي عندها عزب وعمارات ودي ما حلتهاش البلا الازرق. الكلام ده وقته انتهى خلاص يا بابا، والنهارده كل انسان له كرامته والبيئه والعائله والاصل والدم العريق. كلام فارغ. كلام فارغ. كلام فارغ. انت غبي غبي. لا 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 من غير عصبيه يا بابا، من غير عصبيه. انا مستعد اثبت لك ان كلنا من طينه واحده. تراهني يا بابا تبقى برضه مغفل يا حضره المفلس. كفايه تهزيق بقى يا بابا، انا مش مغفل ومش مفلس، انا مستعد اراهنك بالعزبه اللي ورثتها من المرحومه ماما. عال يبقى اتفقنا، انا هحل عقلي واقبل الرهان معاك، بس اذا عجزت عن اثبات كلامك الفارغ ده هاخد منك العزبه واطردك بره، وتبقى تروح تشتغل طبال عند جماعة الغجر. ولا مبين زين ونحط بالودع نبين. نبين زين ونشوف الودع وندق زين نبين. امتى ربنا يتوب علينا من الغلب ده؟ غلب ايه يا خاله؟ ما تحمد ربنا. حمدينا وشاكرين فضله. هو انا كفرت؟ ايه ده يا بنت؟ ساعه ذهب يا مطر رخي رخي على قرعه بنت اختي. ده بكره يملى دراعات كثيره. بس هودين كلام ايه ده يا خال؟ هو ده معقول؟ وليه لا؟ ده ربنا بعتهولك عشان ينجلك من الخيش وعشت الخيش. شغالي مخك الوسخ ده بقى، اللي يلبسك الذهب ولا اللي مش لاقي يلبسك القشره؟ لا الذهب. اللي يوكلك البطيخ بالشوكه والسكينه ولا اللي يخليكي تنحتي قشره؟ الشوكه والسكينه. ترضي بالخوخ ولا بشرابه؟ معقول؟ يا بنت المخبيه ورا ظهرك ده؟ ايه مش شغلك يا ولد. امال شغل مين؟ مين يا بنت؟ اهي راعي. ما توحيش. ذهب جات لك منين دي؟ من الحبايب. من الحبايب. شوبش يا حبايب. وهو خد منك ايه؟ ايدك بيه عشان يديك ساعة ده. اخرس على تلسانك. يعني انت خدت مني ايه لما غيرك ياخد؟ انا كنت البحر والبحر. ما تقدرش، انت بتحبني. انا بكرهك. قول. كذاب، انت اللي شاريني وانا اللي بيعاك. راضي. انا سيدك، اشتري وابيع فيك على مزاجي. روح بيه واشتري في الصورة اللي على صدرك. انا مش عدلك بعد النهارده، انت مش هتشوف وشي بعد كده. يا صايع يا صايع يا جعان. انت ما عندكش غير كلمة احبك قوي. الكلمة دي كل ما اقولها لك اقبض من بابا 100 جنيه. ليه بتحبني بالاجرة؟ ده عشان تعرفي قيمتك الغالية. كلمة بحبك ب 100 جنيه والبوسة ب 200 والدخلة ورحمة ابوك دي تسوى اكتر من 100,000 جنيه. واقف عندك. عايز ايه انت؟ امشي من قدامي. افتح طريق. يا 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 مستعجل على ايه؟ شايف الساعة الذهب اللي جابتها لي تمر حنة؟ غالية قوي مش كده؟ لايقة عليك الساعة الحريمي. المرة الجاية بجيب لك سويرة. السويرة دي تجيبها لامك. اخرس يا كلب.
يا 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 من السجن. انت ما جربتش السجن ولا دقتش عذابه. لكن جربت الحب ودقت عذابه. خلاص بقى عاوز استريح واتجوزها. اكتب عليها الليل. ومين يقدر يحشني؟ ماشي كلامك يا ميسه. فرقي الشربات اللي لاني كانت بتتابعي على طبر حنه. يا ميسه خير. حسن هيتجوز طبر حنه. يا الف مبروك. يا الف مبروك. مبروك يا ابو علي مبروك. مبروك عليك يا ابو علي. الله يبارك فيك. انا قلبي لك ميال ومفيش غيرك عالبال. انا قلبي لك ميال ومفيش غيرك عالبال. انت وبس اللي حبيبي. انت وبس اللي حبيبي. مهما يقولوا العذاب. ابوك يا ابو علي. الله يبارك فيك يا جلامبو. بس احتاج من النشالين. من النشالين احتاج. بنت يا صبري حلو. ايه مش عايزه تردي؟ اه ما انا عارفك يا بنت. اصلك ما بتجيش غير بالضرب. بنت يا صبري حلو عروس المولد. صبري حلو. شمالك يا بدر. يمينك يا صنع. اطول الخلف يا غنم. اتفضل يا حضرة الناظر. نعمين يا ريس. يلا انت وهو لموا الخيط وشيلوا عزلكم من هنا وفرجوني. نفرقكم نروح على فين يا ريس؟ مش اما يخلص المولد على خير. فضلوا قهوة ولا نجيب لكم شربات. ملوش لزوم. صاحب الارض مش عايزكم تستنوا هنا دقيقة واحدة. خلاص حلوا الخش ورونا عرض كتفكم. خبط في صدغك منك لو. ها ما حدش ريس يتحرك. طب يلا يا رجاله هد انت اهو. اهجم يا ابو سماء. عندك يا ولدي ده هو الرسمي. حلم عليك نروح فين انا والعيال؟ انجر من قدام انت وهي. انتوا فين تفرقوا؟ هم دفع الخشبه. Thank you.
تعدي لي الترارم. مبسوطة قوي حضرتك شمتانة فيا. بالعكس ده ربنا انت املك منهم عشان تبطل رمرمة. هما مين دول؟ الغجر بتوعك. جرانه مين غجر؟ يا انت ما تعرفش ده ابوك حرق لهم الكامب بتاعهم وطردهم برا العزبة وحط الحديد في ايديهم ورماهم في السجن. دي وحشية ندالة، مش كان يسيبهم يسترزقوا؟ يا شيخ الحمد لله اللي ازدحوا من هنا، قرب كده لما اصلح لك الشوارع اللي حفرها في وشك. يا مين هناك؟ انا تمر حنة يا سي احمد. تمر حنة؟ انا في عرضك يا سي احمد. انت ايه اللي جابك هنا؟ ملت البخت. ده انا كنت لسه رايح المولد عشان اطمن عليك. ده انا هنا من العشاء يا سي احمد عشان اقابلك. كله من تحت راسك يا سي احمد، واحنا مالناش غيرك يا سي احمد. تعالوا معايا. لا اخاف من ابوك، ده لو شفنا يحرقنا بجد. ما تخافوش مش هيشوفكم. تعال ما تخافيش مش هيشوفكم. امال سيدك فين يا عويد؟ سهران في النادي. طيب اتفضل اتفضل. هما مين اللي اتفضل؟ مش شغل. اتفضل استريح. اعمل لهم شاي يا عويس. هما مين اللي اعمل لهم شاي؟ مش شغل. حاضر. قولي لي بقى ايه اللي مزعلك وايه اللي حصل؟ حسن يا سي احمد خدوه في الحديد عقبال ما يتمرجح على المشنقه. حرام عليك يا خاله مكاسي. قد كده بتعزيه يا تمر حنة؟ طبعا يا سي احمد، العشره ما تهونش الا على اولاد الحرام. امال فين ساعتك؟ خدها حسن مش كده؟ زي ما بياخد كل حاجه، فلوسك وتعبك وشقاكي، وانا كنت واحد من المغفلين اللي بيسلطك عليهم. انا كنت الصيده. اسم الله عليك يا سي احمد. حسن قال لي على كل حاجه. قال لك ايه اللي ينقرض في لسانه؟ قال لك انه خطف الساعه من ايدها بالعافيه؟ قال لك ان الكتينه قطعت ايدها؟ بص شوف كبدي يا بنتي. اعوذ بالله. امان هو بياخد عرقها وشقها برضاها، ده كله بالضرب وبالتلطيش. طب ايه اللي زنقك على كده؟ اسمتش. انا متاسف يا تمر حنة. وحسن فين دلوقتي؟ في السجن. اللي هياخدوه تأبيده. يا ولية حرام عليك. قومي بينا. على فين؟ نشوف حته. انت وين؟ هروح فين يا بنت في عز الضلمه؟ يعني مش هنلاقي حصيره نتلقح عليها؟ حصيره ايه وبتاع ايه؟ اوضه النوم فوق والسرير فوق، انتوا حبيتوا هنا الليله. اتفضل. اتفضل. هما مين اللي باتوا ايه؟ مش شغل. طلع الشاي ده على اوضه نوم سيدك. يلا اتفضل اتفضل. اتفضل. ادي اوضه النوم وادي السرير وادي الشاي وبقى خد راحتكم والبيت بيتكم. تصبحوا على خير. هما مين اللي يصبحوا على خير؟ مش شغلك. ورايا. حاضر. وانت من اهل يا سي احمد؟ يا حلاوي. شايفه يا بنت العز ايه قلتك في النوم الملوكي دي؟ انا مش مصدقه عينيا. قطع الخيش ونوم الخيش لا يحمينا من النطره ولا يداري علينا من الهوا. وماله ما خدنا على كده. وليه ما ناخدش على كده؟ يمكن يتكتب لك الهنا والسعاده من ليلاني. وحسن ما بلاش السيره المهببه دي. يلا بينا ننام. صدقتي نام. قومي ننام. انا جبتك نملت. ينام. الله كده الانس جاي من المدينة الجميلة حسن خن الجزيرة تشرب نبيلة حسن جاي من المدينة الجميلة حسن والدهمل يا حسن والدلع يا حسن والكعبل يا حسن امسك بدك يا حسن يا حسن. يا راجل يا وش
يا وش يا وش الكلب. افندم شياطين حرامية عفاريت فوق فوق. هما مين اللي فوق؟ عفاريت بقولك عفاريت. دول اتنين غوازي ضيوف سيد احمد. غوازي؟ ايه في بيتي يا غوازي؟ ليه والوكامبا؟ انا الى طرطور؟ ايوه بقولك اتلا ارميهم برا. هما مين اللي ارميهم برا؟ بلاوي اللي فوق القصارى الميكروبات الخجر. مش تهد خلقك شوي لما تستقرى الجواب دي؟ جواب ايه وقرف ايه؟ جواب من سيد احمد. انا ما يهمنيش سيد احمد، انا يهمني ان الزباله دي تترمي برا برا برا. احنا خارجين اهو بس بالهداوة. برا بالهداوة. استر علينا ربنا يستر على ولايات. برا برا. لا مش برا مش برا، جوه جوه. اتفضلوا جوه اتفضلوا. هو اصلا ايه يا اختي ده؟ يا اخ بيقول لك جوه جوه. روح الاله يعمل بيتك. هو مين اللي يعمل بيت؟ مش شغلك. اه حولت الاوراق عن النيابه العموميه وافرجوا عن رجال سيادتكم بدون كفاله ونقلوا الولا حسن الى سجن المركز. يستاهل. والغفير زعرب مات ولا لسه؟ حي يرزق يا فندم، الموت بينجي ما بيرمرمش. اعوذ بالله. كوثر. الله الله الله، ايه الحكايه؟ احمد يا انكل احمد. يا 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 ماله احمد؟ هدي اعصابك بس وقولي لي عمل ايه. تصور امبارح كان عيان، سهرت جنبه واديته اسبرين وطفحته الشاي كويس وغطيته سهاني ونزل ومرجحش على الوش الصبح كده كده. والصبح قايم من النجمه يلبس هدومه، اقول له انت رايح فين؟ يقول لي وانت مالك يا مسخه؟ قال لك يا مسخه؟ الله يلعنه. لا ده انا هقطم لك رقبته. بس انت تروقي دمك وتخليهم يعملوا لنا فطار. انا وانت ها؟ انا وانت وبس. المسخه مسخه. كوثر تمر حنة. كوثر تمر حنة. كوثر تمر حنة. ايه التغريب ده؟ تمر حنة ايه يا فندم؟ صباح الخير يا بابا. لا قصدي يعني ان انا كنت يعني بقول ان كوثر زي التمر حنة. اما شاب قليل الذوق صحيح، ساعة تقول عليها مسخة وساعة تشبهها بالتمر حنة. دي اوصاف بلدي يا فندي. البت هتطفش مننا. انزل صالحها يلا. حاضر يا بابا حاضر، بس يعني الحكاية. ايوه عارف عارف. اتفضل اتفضل، ادي 60 حكاية. شكرا. يلا يلا ده مصلحتك يا فندي، ده مستقبلك. انزل. مضمون يا بابا مضمون. خلى مكان خلى مكان. فز يا وليه بقى. ايه افز اروح على فين؟ النهار طلعوا بعين الضهر. ومال احنا ورانا حاجه؟ الراجل عمل اللي عليه وبيتنا الليله دي عنده، مش نستزوق بقى ونزق؟ نزق نروح على فين؟ احنا رضينا بالخش والخش ما رضيش بينا. انا خلاص جبتدي خدت على عز. ايه هو احنا وش عز؟ ايه الحكايه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ضيوفك العزاز الله يخرب بيتك ويهد خشهم. ما تهد خلاص. تسمح تقول لي بقى هيفضلوا مشرفين هنا لحد امتى؟ وانت يهمك ايه يا اخي؟ مش كل شيء بحسابه. اه كويس، ما دام كده شوف لنا حاجه بقى على حساب حسابه. حاضر اطلب انت. اتفضل يا باشا. هيا اخويا. شغل الحلويات، رقاتك وسرقتك من عند اللي شافوكي ولا طنبوش على النبي. اللهم صل عليه. صباح الخير عليك. صباح التمر حنة. تمر حنة ان شاء الله تكوني نمت كويس. يا سلام، ده انا الليله بس عرفت ان النوم تعب. ربنا ما يحرمني منك يا ولد. عن اذنكم بقى انا طالع عندك. طول بالك عصافير بطني بالزعزع. دلوني على المطبخ فين؟ موجود. تعالي يا اموره ده من هنا. دي سكتي ودي سكتك. شوف ازاي. أموت في الشران. ما
ما كنتش اتصور انك بالنهار تبقي حلوه بشكل ده. بجد يا ولد؟ انا ما عرفتش معنى الحب الا لما شفتك. شفتك العافيه يا فاح. وكل ما اشوفك احبك اكتر واكتر. لكن انا بنت غزيه وانت ابن زواج. غزيه انت في عينيا احلى من بنات الزواج. انا ما اقدرش اعشرك كده يا ولد، اهلي يقتلوني. هتجوزك؟ اهلك يقتلوني. هخليكي زيهم. ابوك شافني يوم سرقه الفرق. لما هشوفك تاني مش هيعرف. تغشهم يا ولد؟ انا مرضاش. مالكيش دعوه ده انت. احم احم دستور، ايه الحكايه يا بيت؟ انا مكان سي احمد عايز يتجوزني. جالي كلامي يا الف نهار ابيض، يا الف نهار احمر. ده وزيه مجنون. انت تتجوز دي؟ حد يسيب كوثر ويتجوز الصعلوكه دي؟ انت نسيت العان اللي بيني وبين بابا؟ انا حوري انه مفيش فرق بيننا وبين الغجر دول الا الهدوم، وانتش منه العزبه البحريه. طب هتقدم له تمرحينه بصفه ايه؟ تمرحينه؟ تمرحينه مين يا مغفل؟ انا هقدم له الانسه ياسمين بنت اخت سيادتك. نعم بنت اختي انا؟ وفكرك اني انا وافق على هذا الغش والتزوير؟ ليه لا؟ ما دام هدفع لك الرسوم. اذا كان هتدفع رسوم مفيش لا غش ولا تزوير. تعالي 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 يا حبيبتي يا بنت اختي. انا بنت اختك يا ولد؟ من دلوقتي انت ياسمين هانم وانا رستم خالك. يا حلاوتها يا ننوس عين خالها. يا ننوس عين خالها. ملزوم واخده كود، ما احنا كده كويسين يا ولد. واخد بالك كويسين يا ولد. هما مين اللي كويسين؟ مش شغلك، اطلع بره. هو مين اللي يطلع بره؟ انت تطلع بره. ايوه حاضر. انتوا النهارده هتسافروا مع رستم على مصر. هنعمل ايه في مصر يا ولد؟ هتخرجي من هنا تمرحينا الغجريه. ترجعي ياسمين هانم بنت اخت الوجيه رستم وليكي الشرف. افرح يا قلبي لا تنصيب تبلغمنا. ويا الحبيب. ومرت الايام شهر ورا شهر وانا مرمي هنا رميه الكلاب. ربنا معاك يا حسن يا اخويا، الله يجهز اللي كان السبب. امال طمرحنا فين؟ طمرحنا ما جاتش تزورني ليه؟ كلهم سالوا عليا. تكونش عيانه؟ طمرحنا بخير، مشتاقالك، مش هاين عليها تشوفك بهدوم السجن. والله فيها الخير، امان عليك يكون لها رسول يوصل. قولي لها اني بفكر فيها ليل ونهار. قولي لها اني بحن لشقوتها. تقولي الورد احلى ولا الياسمين؟ اقول لها التمرحنه. تقولي الياسمين احلى ولا الفل؟ اقول لها التمرحنه. هي كمان حافظه العيش والملح قوي. خير زياره، مع السلامه. يخونك العيش والملح، ما بلغتيها الكلام ده. امان عليك يا ميسة. غلاوتك عندي هبلغها يا حسن يا اخوي. يا طمرحنا يا طمرحنا، خليتي بينا وبعدتي عنا. يا طمرحنا يا طمرحنا، خليتي بينا بعدتي عنا. الورد كله كسل جناين، وش معنى انت اللي شارده منا؟ الورد كله كسل جناين، وش معنى انت اللي شارده منا؟ يا طمرحنا يا طمرحنا. وطلع عليهم الانتظار، ولا فيش في قلبك ريحة المحبة. بالليل بنسأل وبنغار عشان نبلغ شوق الأحبة. وطلع عليهم الانتظار، ولا فيش في قلبك ريحة المحبة.
محبة كنت شمعتنا، كنت نور بيتنا، كنت سامرنا والفضل سامرنا. الورد كله كتل جنايل، مش معنى انت اللي شردة منا. الورد كله كتل جنايل، مش معنى انت اللي شردة منا. يا طمرة حنة يا طمرة حنة. اصل اليوم بسيارتي ياسمين، مش قايل لك ايه زمانها جايه بالعربيه اللي احنا شحتنا وبتزمر بك 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 بك. الحب عمره ما يتاقل، يا ليل يا ليل يا ليل بالبان. الحب بالحب مش بالدبلة والخلخان، ما يتمر العيش في خاين العيش، ولا العشرة ولو سيدتو حلوة الشهد في فنجان. كنت نور بيتنا، كنت سامرنا وانفض سامرنا. الورد كله كسل جناين، مش معنى انت اللي شردة منا. الورد كله كسل جناين، مش معنى انت اللي شردة منا. يا طمرة حنة يا طمرة حنة يا طمرة حنة يا طمرة حنة. سمعت المضروبة ميسة بتنوح على طمرة حنة ازاي؟ وراب البن مسرح ام قويه. ده عرفتني انا خايفة. خايفة من ايه يا بيت؟ صلي على النبي ولا الامام سر يا اختي. يا ساتر الحق يا عبد الصمد، يا ساتر استر يا رب. الحمد لله جت سليمة يا فندم. دي غريبة على الناحية يا عبد الصمد. ايوه خد انت الفرس واسبقني على العزبة.
مش تشوف العربية هتقوم ولا لا يا سيد يا محترم؟ دلوقتي نعرف. اوعيكي. هيا قامل يلا انت. ايوه فندم، مع سلامة الله يا فندم. لبسيها اي حاجه من عندك قبل ما يجي الدكتور. يا حبيبتي يا روحي يا الف سلامه، الله يجازي الحمار اللي كان السبب. ان كتمي يا وليه وقوليلي دي تبقى مين؟ مين اه ونيله ايه؟ انت هتفتحلي محلها؟ اتحرك اتقلل دكتور اسعار. طيب انت بتهدي وقلعيها وانا هجيب لها بجامه يا مدام. مدام اسم الله يا حبيبتي، اسم الله يا اسم الله يا روح. بسم الله الرحمن الرحيم. اه يا بنت القرداتي. انت عارفه احنا فين؟ لا مانيش عارفه. في بيت بسلامته. وعارفه الراجل اللي كنت بتقولي له يا اسطى ده يبقى مين؟ مين؟ ابو بسلامته. الحقوني بالاسعار بالدكتور. اول ما يجي الدكتور تديني خبر. تمام يا فندم. اسمع يا غفير زهر. يا فندم سيدك لما يجي قول له ما يفتحش اوضه، الاوضه فيها ضيوف، فاهم؟ تمام يا فندم. ايوه قول له ينام الليله في سلاملك. تمام يا فندم. تستناه هنا واوعى عينك تغفل قبل ما يجي. تمام يا فندم. الو. ايوه انا احمد. بتقول ايه؟ ما حصلش اي حادث في الطريق؟ ايوه ارجوك طمني. متشكر. وبعدين راحت فين تمرحنت؟ راحت فين العربيه؟ اقول ايه لاصحابها؟ انا هتجنن، انا هتفرس. تكونش تاهت عن طريق العزبه، تكونش بعتها وهربت. بعتها وهربت يا شيخ نايل. على المهم ابقى طمني الصبح. نوم العافية، مع السلامة. تمام يا الدنيا. طب وايه اللي جابك هنا في اوضتي وفي سريري؟ اسمتي، اصل كنت هدوس راجل بالعربيه وعشان افاديه دخلت في شجر. وطلع مين الحمار ده؟ ابوك. وهو اللي شالني وجابني على هم. الف حمد لله على سلامتك يا تمرحنة. ياسمين يا ولد. التمرحنة عندي اغلى من الفل والياسمين. الله مالك؟ سرحتي في ايه؟ ما تخبيش عليا. حسن خايفه لا يطلع من السجن ويقتلني. ما تخافيش، حسن مش هيطلع من السجن. وحشنا. حسن يا اخويا. الحمد لله على السلامه. الله. امال فين تمرحنا؟ في البلد ملهاش كيف. لا سلامتها الف سلامه. تعال معايا. الحمد لله على السلامة يا ابني يا حسن. امال تمرحنا فين؟ تمرحنا
عليك العوض فيها يا ابني يا حسن. ماتت؟ يا ريتها ماتت يا حسن. راضية؟ نصيبي وعده مكتوب. وذبحتوها؟ استنينا. استنيني؟ عشان نفرج الجرعة. مفيش لزوم. العرعاري وانا اللي هغسله بايديا. كل شيء مقدر ومكتوب. حد كان يصدق ان اخش بيت احمد واتعرف ابوه بالطريقه دي؟ اي بس ربنا يستر ولا يعرفش ان الهانم اللي بتسوق له طنبيل دي كان اصلها حراميه فراخ. صباح الخير. صباح الخير يا سواق شيشبيش. ازيك دلوقتي يا مانوزيل؟ ياسمين يا حبيبتي. اسم جميل وشكل جميل. ميرسي. وحضرتك بقى تبقي مين وبنتي مين؟ انا ابقى يا دعوتي انتوا ما تعرفوش حضرتها تبقى مين؟ حضرتها ياسمين هانم بنت المرحوم رضوان باشا عبد الغفار. بنت المرحوم رضوان باشا عبد الغفار؟ تعالي يا بنتي تعالي تعالي في حضني تعالي. ده انت المرحوم ابوكي كان صديق الروح بالروح. يا الف خطوه عزيزه بالبلد نورت. انا متهيالي ان انا شفتك قبل كده يا ياسمين. طبعا شفتيها امبارح بالليل. لا لا يا انكل انا ذاكرتي قويه جدا ومتاكده ان احنا اتقابلنا قبل كده. طب فكري لوحدك ولما تفتكري بقولي لي. تسمح لنا نروح بقى؟ تروحوا على فين؟ على بيت خالي رستم جاركم. رستم؟ بقى رستم اللي زي القرد يبقى له بنت اخت زي الغزال؟ مش معقول. ماله رستم؟ وحش رستم؟ كخه رستم؟ تعالي يا بنتي في حضني، ده انت المرحوم ابوكي كان صديق الروح بالروح. على لا على مهلك يا انكل دقنك تشوك. وماله هو الورد يخلى من الشوك. وحضرتها تبقى كوثر بنت اخويا وخطيبه ابني احمد. خطيبه احمد؟ ايوه وفيها ايه؟ اصل حضرتك يا كبد لسه صغننه على الجواز. يلا يا كوثر خليها تلبس هدومها وانا هبعت اطمن خالك رستم يا بنت المرحوم رضوان باشا صديق الروح بالروح. يلا يلا. اسمع يا عبد الصمد. افندم يا سيد يا محترم. تروح لرستم في البيت تطمنه قول له ان بنت اخته ياسمين هانم موجوده عندنا هنا. حاضر يا سيد يا محترم. تمام يا فندم. ورايا يا غفير صعب. وراك يا حضره الناصر. افتح الطريق يا صنم. اطلطع جنب الحيط يا لوح. اتفضل يا حضره الناصر. ايه قلبه اجتماع دي على الصبح يا فتاح يا عليم؟ خير يا عبد الصمد؟ السيد المحترم بيقول لحضرتك اطمن ياسمين هانم موجوده عندنا. ياسمين موجودة عندكم؟ والعربية؟ طمني على العربية. تعويرة بسيطي وأجرنا لها الإسعافات اللي إسعافات؟ إسعافات فين؟ في المطار؟ في الرفارف؟ في الكشاف؟ رفارف إيه ومطار إيه؟ العربية بخير والسيد المحترم ساجها بنفسه الباب السراي. الحمد لله العربية بخير. أنا ألبس هدومي وجاي لكم. العربية بخير الحمد لله يا ما أنت كريم. العربية بخير العربية بخير. إلا قول لي يا عويس. إيه؟ الست ياسمين دي تبقى مين؟ تبقى بنت اخت رستم بيه ورثة ابوها عقبال عندكم. ورثة؟ ايوه. واسألناني اسألناني. دي جايبة معاها شنط مليانة لتمة عين. لتمة عين ايه؟ مليانة ايه يا عويس؟ مليانة بقى من صنف الورق ابو مية وابو ميتين رزم 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 رزم. ومن صنف الذهب سبايك 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 سبايك. ومن صنف الالمازات صرر 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 صرر. ايوه واسألناني. ده ابوها الله يرحمه ساب لها اربع عمارات على الكورنيش بحري 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 بحري. ايوه وتلات عزف في المنوفيه مرويه بالراحه كمان مرويه بالراحه. يلا بينا يا زوح رفوت ودي خبر للسيد رستم يبقى يحصلني. هو مين اللي حصل؟ انت كنت تلميذة في البومباستير؟ انا لا يا روحي ده كف البن منشي. ايوه. انا سعيد جدا البلد نورت يا ياسمين هانم. نورت باهلها يا ولد. حكايه يا ولدي. ده اصل سمعتها في فيلم وعلقت على لساني. مش عجبك؟ ابطلها يا ولد. بالعكس دي طالعه من بقك زي فتافيت السكر. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا احمد. تعال اما اقدمك للضيوف. احمد ابني تشرفنا. وحضرتها ياسمين هانم يا ولا.
بنت المرحوم رضوان باشا صديقي الروح بالروح. بنت المرحوم رضوان باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ما يصحش، مش تروح تقعد جنب خطيبتك؟ اه قولي له اصله قليل الذوق. خطيبتك حلوه وصغيره ودمها شربات، خلي بالك منها. متشكر، هخلي بالي. انا اللي هخلي بالي قوي قوي، اصل الرجاله كلهم خاينين، يوعدوا دي ويخطبوا دي ويعشموا دي، مش كده ولا ايه يا ولا؟ ياما في الحبس مظالمين. وقضية عطيت على الحبس وست الحبس واللي في الحبس، كمان فضيته نفسي. ليه بس هنا؟ لمؤاخذة يا سيدي يا محترم، تسمع. عن إذنكم أشوف البلاوي دول عاوزين إيه؟ اتفضل. هو ده وقته. إيه يا عبد الصمد؟ في إيه؟ عندي أخبار مهمة جوي يا سيدي يا محترم. تمام يا فندم. عارف الضيفة اللي عندنا دي تبقى مين؟ أيوه عارف. بنت المرحوم رضوان باشا وخال هيبقى رستم. رستم مين وهباب مين يا سيدي يا محترم؟ دي ورثة على أبوها ميراث لا يعد ولا يحصى. تمام يا فندم. طيب امشي أنت شوف شغلك. تمام يا فندم. تعالى احكي لي عن اللي سمعته. تعالى. أنا متأكدة إني شفتك قبل كده. ما تفكرني يا أحمد. فين كده فين؟ فين؟ فين فين فين؟ دي حاجة تجنن. يوه بعد الشر عليك من الجنان، إن شاء الله ما عندك افتكرتيها. ياسمين حبيبتي يا بنت أختي، أنت فين؟ طمنيني، أنا طول الليل ما نمتش قلقان علشانك. اطمن يا خالي، أكسدة بسيط. ها والعربية طمنيني، جالها حاجة؟ عربية إيه يا راجل أنت؟ ألف حمد لله على سلامة ياسمين هاني. عربية إيه يا خالها يا حنين؟ ألف عربية في عيونها. الأموال رزم رزم، والعمارات بحري بحري، والعزب مروية بالراحة. أهلا وسهلا بصديقنا وجارنا العزيز. أهلا 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 أهلا. أنت فين يا رستم؟ أنا يا ستي خالك اللي ما بيزورناش إلا كل سنة مرة. ما أصلا يا اتفضل اتفضل يا شيخ اتفضل. والله ارتاح ارتاح. أهلا وسهلا، خطوة عزيزة والله. يا أهلا يا إكسلانس. أهلا أهلا. سبحان مغير الأحوال، إيه الحكاية؟ لأجل الورد ونسأله عليه؟ لا معقول. تفطر ولا تشرب شاي وألا أجيب لك جرانيتات؟ يا سيدي العفو، سبحان مغير الأحوال. تعرف إن ياسمين دي لطيفة قوي وإن أنا حبتها قوي قوي وإن كوثر متشعلقة فيها قوي قوي قوي؟ أنا متشكرة قوي يا جماعة، إن شاء الله ابقوا زورونا. يلا يا خالي بقى. يلا يا روح خالي. يلا على فين؟ إحنا قررنا إن ياسمين هانم هتقعد معنا هنا على طول. طول؟ يسلم بقك يا سيد يا محترم. بس انا ما اقدرش استغنى عن ياسمين، دي بتسليني في وحدتي. تسلي مين يا حضرت؟ عاوز تحط ورده مفتحه زي دي في خرابه زي بيت حضرتك؟ لا اسمح لي. عاوز تخليها لوحدها في بيتك بين اربع حيطان وترجع لها وش الصبح بتتطوح؟ انت هتلبخ؟ يلا يا ياسمين. لا ما تيلاش، تيلا على فين؟ ما تسيبه على راحته يا بابا، مش كده يا كوثر؟ طبعا سيبهم على كيف. لا على كيفي انا، تونسنا. مظبوط تونسكم وتأنسونا. ايه رايك يا ياسمين؟ أمرك يا سيدي محترم. يا سلام عليك يا سلام. شكرا. هتقعد معي؟ لا ما هو ما فيش فايدة. لا قاعدة على قلبك وقلبها. الورد أحلى ولا الفل؟ التمر حنة. الفل أحلى ولا الياسمين؟ التمر حنة. مالك يا حسن؟ تعبت من اللف وعاوز استريح. ربنا يريح قلبك يا اخوي. قلبي مش هيرتاح غير لما اشرب من دمها. لو اعرف طريقها. طريقها عكر مفروش بالندامه والصدامه. قصدك ايه؟ لقيتيها؟ انطوي. هقول ايه؟ خليه يتهنى بيها. هو مين؟ الواد احمد؟ هتفنهم سوا في يوم واحد. ألف حمد لله على السلامة أبو علي، طلباتك يا حلو. شيل على صدري دي. ده ما يطلعش لغاية النار. عارف إن شاء الله يطلع بالدم. توجعك يا حسن. وجعتني كتير. طية النار تحرقك يا أبو علي. أبدا، دي هتبرد ناري. شيل. خلاص نشيل. قلبي عليك يا خير من حر.
قلبي عليك يا خير من حر قولك خير حبت عليل الخير بعك ولا الصمت. ياسمين هانم عندها الميراث ده كله مظبوط ومربوط يا فندم. ده انا عمري ما قلت لحضرتك كلمه سايبه. يا خساره. يا خساره ايه يا سيد يا محترم؟ يا خساره يعني اللي ما عنديش ولد تاني كنت جوزتها له. وعلى ايه ولد تاني؟ ما البركه في حضرتك. حضرتي قصدك ايه يا عبد الصمد؟ اتجوز بنت قد ولادي وماله؟ انت يناسبك الا البضاره المصغر. و
وفكرك يعني خلها رستم يوافق؟ خلها ده نوافقش، نوقع الحجز على املاكه وعلى هدومه ونخرب بيته. طيب والشيبه دي تتصبغ، والشلب ده يتقصقص، والحواجب دي تتهندس. طيب واحمد؟ احمد ما كبر وبقى راجل وهيتجوز. والله المساله دي عاوزه شويه تكتيك وخطط. ان كان على التكتيك انت سيب مني تكتيك، وان كان على الخطط انت سيب مني تخطط. انا قلبي لك ميال، مفيش غيرك عالبال، انت بس اللي حبيبي، بس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزال، انت وبس اللي حبيبي، قلبي اليك ميال. بسم الله ما شاء الله، العود اخضر والخد اخمر، الله اكبر الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. اتعدل يا غفير صعرب. تمام يا فندم، سلامت السيد المحترم. هو جرى العقل حاجي عقبال اولادك هيتجوز. يتجوز يا نهار ابوك مهبب. يا صباح الورد. يا صباح لا لا لا، ايه ده ايه ده يا ولد، ده اهدى كله اهدى كله، عيني على جبرتنا. ايه في حاجة؟ هيئة وسيمة وعليك القيمة. ايوه كده، كنت يا كبدي معجز روحك بالعافية. ده كله من تأثير جمالك، من مغناطيس عينيكي يا بنت المرحوم صديقي الروح بالروح. اتحشم يا ولد ابنك جاي. اه صباح الخير يا بابا. صباح الخير بابا. ايه مالك؟ ايه كلمة وقفت بزورك ليه؟ لا انا بس اصلي شايف حضرتك كده. شايف ايه؟ صحتي كويسة؟ بومب. طيب ربنا يزيدك يا بابا. ما تتفضل تركب بقى. ايوه انا جاي اهو على اذنك يا بابا. رايح فين؟ رايح اركب مع ياسمين هانم. معايا انا؟ ليه؟ قريبتك خطيبتك تعرفك؟ اتفضل روح اركب مع خطيبتك كوثر. الله ايوه ما تزعلش خطيبتك كوثر. حاضر يا بابا. ده مستقبلك يا فندي. يلا يلا بينا يا بنتي يلا. يا ترى احمد هيركب مع كوثر؟ طبعا دول بيحبوا بعض من صغرهم. لكن احمد ما بيحبهاش. مش عرفك؟ باين من عينيا. ولا انت بتفهمي في لغه العيون؟ طبعا لغه العيون زي المزيكا، زي الناي والحدق اللي يفهمها يا ولا. طيب انا عينيا بتقول ايه؟ بتقول يا ميتنا دمع اللي حب ولا طالش. فعلا انا بحب. تعرف انك عجوز دمك خفيف. ايوه لكن قلبي شباب وحنين ومحتاج لقلبك يواسيه في وحدته. انت بتقول ايه؟ ده انت ابنك على وش جواز. هخلص منه والجو يروق لنا. هجوزه كوثر يوم الخميس الجاي. يا نهارك اسود ومهبب. الله 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 الله، وانت ايه اللي مزعلك؟ كلامك اللي دوخ. من فضلك انا عايز ارجع، عندي صداع، دماغي هينفلق. ياسمين مالك يا بنت من الصبح وانت مش على بعدك؟ سلامتك يا ياسمين. بلا ياسمين بلا نيله. طب بس اهدي وقولي لي جرى ايه؟ جرى اللي جرى. بعد راسي في الموالد رقصت على السلم، لا اللي فوق شافوني ولا اللي تحت عبروني. يا بنت ما تفهميني، ايه الحكاية؟ احمد هيتجوز كوثر بعد بكره. والراجل العجوز الشايب اللي سبق شعره ونتف شنبه بيحبني وعايز يتجوز. طب ومال نتجوزه؟ اتجوز راجل قد ابويا؟ طب ده انا كنت احرق نفسي وارتاح من الدنيا. انت سلامتك بعد الشر عليك. تعالي هنا. رايحه على فين؟ رايحه اقابل اللي ما يتسمى. احمد اخرب بيته وبيت ابوه. طب حلو. طب حلو انت جننتي ايه؟ انا مش عارفه كنت عاله ولا مجنونه، انا مش عارفه انا مين.
بس 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 انت سامر حن سامر حن حبيبتي حبيبتك وجايبني هنا ليه عشان اروط لك وزفك على كوثر مين اللي قال كده ابوك كلام فارغ واذا حصل مش هيحصل واذا حصل بقول لك مش هيحصل واذا حصل مش هيحصل صدقيني يا سامر حن مش هيحصل انت مجنون عايز تودي نفسك في داهيه البنت دي خاطيه والخاطيه جزاتها الموت انت عبيط قبل ما تقتلها لازم تعذبها وتكويها زي ما عذبتك وكويتك لو بطولها حيه انا حديها لك حيه هخليها تيجي لغايه عندك برجليها بس طول بالك يومين اتنين بس اطول بالي تعال معايا تعال معايا وانا اقول لك يعني ما تعرفش راح فين هو مين اللي راح فين سيدك رستم يا لوح هو مين اللي لوح بسم الله الرحمن الرحيم ايه اللي خلى سيادتك تشرف عندي النهارده جاي ازورك يا اخي احنا مش جيران واجب اني اسال واطمن عليك سبحان مغير الاحوال تطمن عليا ولا تطمن على الفلوس اللي انا مديون لك بيها فلوس ايه احنا في بيننا وبين بعض فلوس يا سلام ابدا ابدا ما فيش بيننا الا شويه قضايا وكمبيالات وحجوزات وياسمين ها ياسمين مين يا فندم ياسمين بنت اخت حضرتك انا ملياش بنات اخوات مالكش بنات اخوات امال ياسمين دي تبقى مين بنت اختي انا لا دي لا بنت اختي ولا اعرفها يعني ايه بدي افهم هي فضلت انها تقعد عندك خلاص خليها قاعده انا متبري منها ياسمين دي بنت لطيفه ظريفه وانا حبتها جدا يا رستم وجاي دلوقتي اطلب ايدها منك تطلب ايد ياسمين ايوه وكوثر كوثر دي عروسه احمد امال بتطلب ايدها لمين ليه انا ليه انت ايوه ايه مش عاجبك لا ابدا ابدا ده انت تعجبني وتعجب ابويا كمان متشكر نبقى اتفقنا صحة المفاجآت يا حبيبة محلاكي المامبو في مناكي اللحن وخلاكي مايلي في خطاكي مامبو على أقلام المامبو المامبو السوداني الحال يا وردة في بستان أنا قلبي بات حيران ما كان يا ريت ما كان مامبو ما أقول من الحب يوم وصلت المامبو عن إذنك عن إذنك أشرحت الأنوار يا ياسمين الله ينور عليك يا صديقي المرحوم بابا الروح بالروح خير يا ياسمين أنت فدي سائب خطيبتك كوثر وجاي هنا ليه؟ أنا جاي أستقبل الضيف يا حبيبة يا عودك يا وردة في خدودك أطلعت مريودك من بكرة موعودك مين يرقص معك مامبو على أنغام المامبو We'll be right back.
حلاوة المفاجآت. أنا ما كنتش عارف إن الحياة حلوة كده، والفضل لجمالك وشبابك. عشت يا ولد. خد ده. إيه ده؟ دي اللغة اللي أقدر أعبر لك بيها عن حبي وإخلاصي. ده باين عليك غالي أوي. الغالي يرخص لك يا سيدي. وأنا قبلت الهدية. البنت دي هتاكل عقل ابوك. طب ما تاكل وانا مالي. زي ما كانت عقلك. كانت عقل انا؟ ليه وانا اعرفها منين؟ لا يا شيخ بقى ما تعرفهاش. طب انا هعرفك بيها كمان شويه. احب المفاجآت. كفايه طب تبعك وقوم ارقص معايا. بعدي عني يا ولية انا بطلت. يا مين اللي بطلوا يا صايع يا ضايع يا علا على المجتمع الرائع. بس دلوقتي يا حضرات المدعوين هقدم لكم مفاجأة السهرة، مفاجأة جميلة جدا هتعجبكم قوي، وخصوصا الآنسة ياسمين. دق يا معلم. رفضوا. ايه ده؟ اول مفاجأة. استلم بقى يا جميل. في المزيكا دي حلوة قوي، اصلا انا احب الموسيقى الاورينتال. غريبة، سمحتيها قبل كده؟ طبعا سمعها وحفظها كويس. ومين اللي حفظها لي؟ اربابة. على كده تعرفي ترقصي زيهم واحسن منهم كده. طب ما تفرجينا. مش وقت. وبعدين لا دلوقتي ولا انت خايف؟ انا ما خافش الا من ربنا. ايه الكلام الفارغ ده يا كوثر؟ خليها ترقص وحياتي عندك يا انكل. ابدا مش ممكن. ده مستحيل. انت جننتي. الله، انت محنوك كده ليه؟ بابا بيقول مش ممكن. يعني مش ممكن دي تبقى مسخرة في الشرف العائلة. عائلة؟ عايزين ياسمين، 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 عايزين ياسمين. استلم يا حلو المفاجآت. مال بترتاحش ليه؟ خايفة؟ ما ترقصي. حرص thank you.
من كل قلبي. تهميها على ايه؟ على لقى الاحبه، الاحبه القدام والاهل والخلان. امشي اطلع بره. كده انت اللي هتطلعي بره، انا هقول لعمي على كل حاجه وكشف حياتك. انا ما يهمنيش حد غير احمد. امال هو احنا لنا في البيت ده غير اسم النبي حارسه؟ اسم النبي حارسه بيضحك عليكي. انت كذاب وانت عبيطه وعلى نياتك. احمد بيحبني. احمد مخبي على ابوه حقيقتك، ولو عرف هيطردك ويطرد وراكي. وانا لا يمكن اتجوز احمد الا لما يقول لابوه على الحقيقه. مش معقول. يبقى ساعتها سيبهولك تشبع بيه. الله، على فين يا مان؟ لصحة المفاجأة. تتجوز ياسمين؟ الناس يقولوا ايه؟ ما يهمنيش كلام الناس. لكن حضرتك خدت رأيها؟ ايوه خدت رأيها وموافقة 100%. انما الكلام ده حصل امتى؟ انت بتحقق معايا يا ولد؟ لا العفو يا فندم، بس هو حضرتك تعرف ياسمين هاني دي تبقى مين؟ ايوه طبعا اعرف، بنت المرحوم رضوان باشا. بنت المرحوم رضوان باشا. طيب تسمع حضرتك تتكرم وتمديلي على التنازل ده؟ تنازل؟ تنازل ايه يا فندم؟ تنازل عن العزبة البحرية، لاني كسبت رهان يا بابا. رهان ايه وسبت ايه؟ مش دخل ده في جوازي من ياسمين هانم. ياسمين هانم مين؟ ياسمين هانم دي بنت غزية انا جايبها من المولد، ملبسها ومهيئها علشان اثبت لحضرتك ان كلنا منتنا واحدة، وعشان اكسب رهان. لا انت كذاب. انا مش كذاب، دي ما اسمهاش ياسمين هانم، اسمها تمر حنة. يعني ما عندهاش لا اموال ولا عزب ولا عمارات؟ ما حلتهاش غير الطبل والمزمار والسجاد. ده غش، ده تزوير، ده نصب، ده احتيال. انا هبعت اجيب البوليس. ده انا اجيب النيابه. وانا اجيب المأذون. مأذون؟ مأذون لمين يا ولد؟ اكتب كتاب على تمر حنه. تمر حنه؟ انت اتجننت تتجوز غزيه وكوثر؟ ما بحبهاش، انا بحب تمر حنه. ده انا هطردك من البيت، ده انا هتبرى منك، ده انا هحرمك من اموالي واملاكي. تمر حنه عندي اغلى من كل كنوز الدنيا يا بابا. ده كلام روايات. ربنا يتمم بخير يا سيد يا محترم. مش انت اللي قلت لي ان ياسمين ورثه اموال؟ روزم روزم. وعمارات على الكورنيش بحري بحري. وعزب في المنوفية مروية بالراحي. طيب خد خد خد. انت مرفوض سامح، انت مرفوض. يلا تمام يا فندم. ايه تراخى. البوليس، النيابة. ليه كفل الشر؟ نصب وغش واحتيال. هت بنت هالفوتة هي من بتوع الخيش، خبت أصلها وفصلها وجت تشتغل عليا وعلى ابني عشان تتجوزنا. أظني صبغت شعرها ونتفت حواجبها وقصقصت شنبها. لا ابتزت أموالي. إن كان على الخاتم بتاعك اتفضل أهو. متشكر يا ياسمين هانم. أنا مش ياسمين، أنا تمر حنة الغزية، حرميت الفراخ يا ولد. وكمان بتعترفي؟ ده مش اعتراف يا سيد يا محترم، ده فخر وشرف. سيادتك بتقول ان احنا منتينا وانتم منتينا تاني، عندك حق، بس احنا منتينا انضف. يسلم بقك يا تمرحنة. تمرحنة؟ تمرحنة ده انا. مبروك عليك العزبة البحرية يا احمد. انت غلطانة، انت مش فاهمة حاجة، انا بحبك. انت غشاش. يا 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 ضحكت عليا ولعبت بيا، خليتني اسيب اهلي وناسي وسخت سمعتي، كل ده عشان تراهن ابوك وتكسب منه عزبة. انت غلطانة يا تمرحنة، انا بحبك. خالي انت غلطانة يا بنت اختي، ده بيحبك. طب برص. انت نجم تبيع شرفك وكرامتك عشان الفلوس. لا احنا الاتنين زي بعض يا سيد المحترم، غايته انا راجل فقير محتاج وانت عندك الكتير مش مالي عينك. اخص. طب رحنا رايحة فين؟ رايحة اغير الهدوم دي، رايحة اغير هدوم الشغل والبس هدوم النظيفة على العوض. حسن حسن، انا كنت جاي لك يا حسن. انا اللي جاي اخد اجلك يا خاطية. انا مش خاطية، انا شريفة. انا عمري ما كذبت عليك يا حسن. حرام عليك يا حسن، انت
ربنا مرحمنا حبيبتك. انا كرهتك. تمر حنا ماتت ولازم تحصليها. تمر حنا ما ماتتش. انت بتحبني يا حسن والعمارة ايه؟ خلاص خلاص يا حسن. كرهتني اقتلني يا حسن اقتلني. مستني ايه؟ اقتلني اقتلني وريحني. سامحني يا حسن انا مش خاطي. فهمتيني غلط. انا صحيح رعنت ابويا لكن بحبك واحبك من كل قلبي. انت صعبان عليا يا احمد. اتجوز كوثر. كوثر من تنتك. لكن انا بحبك انتي. وبكره تخفي ونتجوز ونسافر بعيد عن البلد دي. انا صحيح اخف وهتجوز وهسافر بعيد عن البلد دي لكن مش معك انت. مع حسن. حسن حسن فقير ما يقدرش يساعدك. الحب يا احمد زي الموت ما يفرقش بين غني وفقير. التمر حنة يا تمر حنة كي تبقى سهرة.